السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج ترند السودان. مواضيع متنوعة ومتعددة ونتابع فيها: الشرطة السودانية تفض إفطارا لمنتسبي الحركة الإسلامية شرق الخرطوم، وكذلك أيضا نتابع وفاة الأمين العام للحركة الإسلامية زبير أحمد الحسن وتشييع مهيب، أيضا نتابع وسم فضيل يمثلني ينتشر عقب مقطع درامي عن اتفاقية سيداو. كل هذا وأكثر مشاهدينا الكرام تتابعونه في هذه الحلقة، ابقوا معنا. تصدر فض إفطار رمضاني للتيار الإسلامي في السودان المشهد السياسي في السودان، التي قامت قوات الشرطة بفضه بإطلاق الغاز المسيل للدموع ساعة الإفطار في أحدى الساحات وسط الخرطوم بعد الدعوة للإفطار في ذكرى معركة بدر الكبرى. نتابع وإياكم مشاهدينا الكرام هذا الفيديو الذي يبين إطلاق قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع على جمع من المصلين. الغاز المسيل للدموع لتحريق الإفطار في التيار الإسلامي. وزير الصناعة إبراهيم الشيخ استنكر في منشور له عبر فيسبوك فض الشرطة للتجمع الرمضاني قائلا: ساءني كثيرا ما شهدته من إطلاق البنبان أو ما شهدته من إطلاق للبنبان على شباب الكيزان وهم صائمون قبل دقائق من موعد الإفطار، فانهالت التعليقات عليه. نتابع وإياكم بعضا من هذه التعليقات على هذا المنشور. كتب أحمد سعد النور: زول ده من بنغلاديش ولا من وين؟ وتابع لأي جهة إبراهيم الشيخ؟ وعلقت أفكار الشريف: صادق وهو كذوب. وعلق أنس درديري: الثوب الملائكي المزركش بالفضيلة معلق على باب كل وزارة أو منصب حكومي، تلبس مع الدخول وتقلع بعد الاستقالة أو الإقالة ليلبسه غيرك. وقال إيهاب محمد: طبعا حتكونوا لجنة لتقصي الحقائق وتشوفوا من الجهة أطلقت الغاز المسيل للدموع. تيار الشباب الإسلامي قال: نأسف للتدني الأخلاقي لقوى الحرية والتغيير، وندعو لمنازلة سياسية سلمية ورصينة وترك الممارسات الصبيانية. المقاطع المنتشرة لفض هذا الإفطار وتصدي الشباب بالهتافات وهروب الشرطة علقت عليها شابة سودانية. نتابع سويا ماذا قالت عن فض هذا الإفطار. أن إحنا مشكلتنا شنو أوريكم؟ أن إحنا مشكلتنا الكبيرة إنه الناس اللي بقت تتكلم في السياسة ما عندها علاقة بالسياسة ولا عندها علاقة بأي فكرة، يعني مجرد غوغائية وكلام غريب جدا. التصرف بتاع ضرب البنبان على تجمع الإسلاميين اليوم منح الإسلاميين فرصة حياة جديدة، رجعوا للمشهد بشكل أقوى. لو ما بنبانك ده هم ما كان رجعوا له بشكل أقوى بالمناسبة. رجعوا للمشهد، رجعوا للسطح، رجعهم لتجمع صفوفهم من جديد، رجعهم لأنه ألحقوا ضربوا الأطفال ألحقوا ضربوا علينا بنبان ونحن بنصلي، ألحقوا كمية من التعاطف والدعم. أنت بتلعب ضد نفسك، أنت غبي، أنت غبي مخ ما في. أنت مش قدمت دعم، أنت دعمت ودعمت ودعمت وعدت الحياة للإسلاميين بتصرفك بضرب ضارب بومبال. ليه عندك معهم شنو؟ ناس قاعدة تاكل وتقول تمشي. كان حصل حاجة، كان حتة نجيلة ما تأثرت بالموضوع وكان الفيسبوك ده انطفى وانتهينا من الموضوع ده. وقفوا على حيلهم كبر ما يكبروا، لا شايلين لك سلاح، لا شايلين لك عصاية، لا شايلين لك بومبال، لا ده. انت غبي بتشيل ايدك تبص بعينك. البلادة والجهل هي سيدة الموقف. عشان اجي اشمت في الفيس
وقفت فيهم بومبان، لأنه يعني للأسف الشديد المشكلة في القيادة، ما في وكيل النيابة ولا في العساكر، لا المشكلة في القيادة الكبيرة فوق، الغلط جاي من فوق. يلا شمتوا لعبتوا في الفيسبوك، يلا انتظروا جمعيات حقوق الإنسان في العالم كله تشتغل عليكم، وانتظروا قطر المشي جابوا منها حق الكهرباء دي اتديكم كهرباء تاني، لانه كل جمعيات حقوق الإنسان هترفض تتعامل مع دولة تضرب المصلين. تاني هنبقى زي السيسي لوبانا، ضربونا ونحن بنصلي، يلا اشربوا. دي البلادة هنا، دي بلادتكم، لانه الناس ما قاعدة تفكر للأسف، يعني فكري ما في. شيع الألاف الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان الزبير أحمد الحسن يوم الجمعة الذي توفي بعد تدهور حالته الصحية. الزبير تولى منصب أمين الحركة الإسلامية في الفترة من عام 2012 إلى عام 2018، وتم تجديد التكليف له للفترة ما بين 2019 إلى 2023. أما في 24 من يوليو تموز لعام 2019 اعتقلته السلطات السودانية وعددا من قيادات الحركة الإسلامية في البلاد، وظل حبيسا في سجن كوبر ضمن قيادات النظام السابق. نتابع السيرة الذاتية للزبير أحمد الحسن رحمه الله تعالى. النيابة العامة علقت على وفاة الزبير أحمد الحسن قائلة أنه فارق الحياة نتيجة معاناته من مرض القلب. هذا التعليق أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فانهالت التعليقات عليه. نتابع وإياكم. علق محمد حميد: لا نصدق نيابة مسيسة أو قوات شرطة تحت التسييس، شهداء نضحوا من أجل الحرية والعدالة، ليس من جور جديد باسم القحاطية. وكتب تحالف الإسلاميين الموحد: قحط مسؤول عن وفاة الزبير بأي سبب من الأسباب، اللهم يرحمه ويغفر له. وقال رجل استثنائي: وإن تم الاغتيال لقيادات الصف الأول، هل يعني ذلك موت الحركة الإسلامية؟ بالطبع لا. وأضاف عبد جود: هذه نيابة مسيسة أتت لكي تنتقم، لا تحاكم بالعدل. الفقيد نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعى ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي أحد رموز منطقة الخرطوم 2 سيف اليزل الذي اشتهر بإطعام الحمام أمام منزله. الراحل تعود منذ سنوات على إطعام الحمام أمام منزله حتى اعتاد الحمام الالتفاف حوله عندما يضع كرسيه خارج البيت ويقوم بإطعام الحمام. نسأل الله له الرحمة والمغفرة والقبول الحسن، ولذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء. رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أصدر قراراً بتعيين قائد حركة تحرير السودان مني أركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور غربي البلاد. عبد الله حمدوك أعلن القرار في تغريدة له عبر حسابه في تويتر، فانهالت التعليقات المعارضة لهذا القرار. نتابع وإياكم بعضا منها. أضاف مصطفى توفيق: بصراحة قرار غير موفق. وكتب صدى السودان: للأسف أسوأ ما نصت عليه الاتفاقية مني أركو مناوي، لا يعتمد عليه وليس أهلا للمسؤولية، يميل للظهور والاستعراض وتصريحاته خارم بارم. وعلق زهير عبد الله: أختلف معاك ديمقراطيا،
لم تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ماني أركو رجل معروف بتقلباته وولائه للمصالح. وأضاف هان كارميل: يلا جهزوا روحكم للقادم، أكبر وأسوأ وأخطر محاصصة في التاريخ. رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك زار مسيد وخلاوي الشيخ اليقوت جنوب الخرطوم، يرافقه وزراء شؤون مجلس الوزراء والشؤون الدينية والأوقاف والثقافة والإعلام والري والموارد المائية، حيث تناول إفطار رمضان على مائدة الشيخ اليقوت العارف بالله كما سماه بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. روى قصة عن الشيخ فرح والتكتوك، دعونا نستمع إليها. والعهد على الراوي يقال إنه الشيخ فرح والتكتوك كان ماشي معه الحيران ولقلوهم زول واقع في الشارع، الشيخ يشيل الزول ده. قاموا الحيران قالوا له يا بالشيخ الزول ده سكران ساكت. قال لهم عارفوا يا المبروكين، الزول ده الشغلان العمالة دي نجده، لا من يمسك الدين بنجده. من كان يقصد حمدوك بهذا السكران؟ اكتبوا لنا في التعليقات. رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفوا حمدوك بعد هذه الزيارة بتاجر الدين. نتابع وإياكم ردود الأفعال حول هذه الزيارة. علق محمد حسين: ده استغلال للعاطفة الدينية، لو كنت بتحترم الدين ما كنت بتدعو لفصله من الحياة العامة والإباحة المحرمات واستجداء من يسب النبي. احترام الدين عمل وليس مجاملات وزيارات. وقال عادل بابكر: الشيخ رأي شنو في سيداو، حمدوك ينادي بالعلمانية ويتبرك بالصوفية. وأضاف مرتضى: الشعب السوداني أكثر حاجة مضيعاه المجاملات، وده اللي بيخلي شيخ طريقة يستقبل من وقع على سيداو وأباح الربا في البنوك ويحارب الإسلام إرضاء لأسياده في الغرب. وكتب صديق مساعد: المساجد والخلاوي الحياة دي ما بتشبهكم. تعيش أحياء عدة في ولاية الخرطوم بالسودان أزمة حادة في المياه منذ أكثر من 3 أشهر، ما جعل الحياة اليومية لما يزيد عن 8 ملايين سوداني بالغة القسوة، إذ لم يستثن العطش أحياء العاصمة الثلاثة الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان من أجل البحث عن الماء. غرقن 3 فتيات في ترعة عسلاية أثناء محاولتهن جلب الماء من الترعة، فيما انتشر وسم المياه كل الحياة ونيلين عطشانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نتابع وإياكم أبرز التغريدات عبر هذين الوسمين. وقبل ذلك نشاهد كيف تم إشغال المواطن السوداني في أبسط حقوقه. هذا الفيديو يظهر فيه مواطنون بقرية أولاد نور بشمال كردفان يتسابقون للحصول على مياه الشرب بعد وصول التانكر. نتابع وإياكم ونتابع أيضا التعليقات بعد هذا الفيديو. علق عمر أحمد: غاز وقود وخبز عرفناها، حتى الموية قال سنعبر، تعبروا وين يا شيوعية؟ الله لا يجاب باقيكم. وأضاف صالح عمر: سنعبر وننتصر حتى نساوي بين قرى الهامش والمدن، وقد بذلنا مجهود جبار، الآن نجحنا نجاح منقطع النظير. وعلقت سارة يوسف: قطعان كهرباء وعدم موية واللجوء إلى الكارو، الباقلين شنو من العصر الحجري؟ الله المستعان. وقال خالد صديق: فضيحة والله، فضيحة العطش، البلد فيها 3 أنهار وعطشانين، الله يكفينا شر حكومة قحط.
بعد إجازة مجلس الوزراء السوداني بالمصادقة على اتفاقية سيداو، انتشر بعض الفيديوهات الفكاهية والتي وجدت صدى واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مجموعة فضيل الكوميدية تشرح هذه الاتفاقية بلغة سهلة وطريقة ممتعة. نتابع وإياكم. عارف سيداو دي هنا ولا هنا؟ هو كان عارفة بيسوي كده على الأفضل. هلا أقول لك كلام، إحنا نجيبه هنا ونمتص غضبه ونرجع عليه واحدة واحدة، لأنه بقيت جرنا معاه وزد بعيقنا. البالونة ماله؟ البالونة زح كده زح. بالراحة. أسمع عبدين. بالراحة. أسمع من بالراحة على حاجة. قعدنا لك عيننا لك كتير. شوف أخوتنا دي زي ما أنت عندك حقوق هي عندها حقوق. كما قالت الاتفاقية العالمية سايكو. ها؟ سيداو. سيداو. هاي انا بقول لك كلاما ثاني. اها انا بعاملها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. وانا عارف روحي الحمد لله كريم. عقب الفيديو انتشر وسم فضيل يمثلني، لنقرا لكم ابرز الردود على هذا الوسم. علق قمر الدوله الطيب، شكرا فضيل. واضاف الزبير محمد هاشتاج فضيل يمثلني، فضيل للسيادي. وقال الشيخ علي هاشتاج فضيل يمثلني، ولا عزاء لأبناء المنظمات والسفارات. وأضاف حسن حسان حملات إعلامية ضخمة وطال عليها ميزانيات ونشاطين وجداد إلكتروني، وفي النهاية جهجهم فضيل. وقالت هالة هالة سيداو خلى خالد سلك يطبق في بيته، بلا سيداو بلا قرف معهم، كان يشوف مشاكل الموية والكهرباء ومعايش الناس بس جارين للكلام الفاضي. هنأ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الصحفيين والإعلاميين والمدونين كافة باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق 3 مايو من كل عام، قائلا: فخر لنا كسودانيين أن وضعنا الحرية كقاعدة لمثلث شعار الثورة المنتصرة، حرية سلام وعدالة. هذا المنشور عبر فيسبوك لاقى سخط كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. نتابع وإياكم ردود الأفعال عليه. قالت نوسى آدم: حمدوك اتنازل لي عن الفترة الانتقالية الله يرضى عليك، وشوفني بظبط الوضع كيف. وقال عباس أبو البنيات: 2 اتحاد الصحفيين قافل تقول لي حريات، دي اللي حرياتك انت، كان رجال أعملوا انتخابات. وأضاف ياسر خير الله: ياخ حريات شنو، والعطش والكهرباء قاطع اليوم كله ياخ، والجاز بقينا نحلم به في عهدك ياخ، كلامك الدقاق ده قولوا لناس الاتحاد الأوروبي، نحن دارين نشرب موية ياخ. تداول رواد مواقع التواصل مقطع للفريق أول محمد حمدان حميتي دقلو وهو يتحدث معلقين عليها: إذا حد لقط جملة مفيدة يخبرنا بها وجزاكم الله كل خير. نتابع هذا المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي. حدودنا واسعة مشتركة، برضو الحدود دي نعود الحكاية السابقة دي، اللجان الفنية نقعد نخطط نعمل قوات قوية، القوة صحيح القوة المشتركة قائمة وواجبة، لكن واجبة ما كفاية، برضو نغوية القوة المشتركة دي، نغوية ندخل فيها قوات تانية نزيدها نغوية عشان تعمل لنا الحدود التأمين كامل شامل. عيوننا مع بعض وأعضاننا مع بعض، ما أنا أسمع وإنت يجيبوا لي منك إنت، وإنت تسمع يجيبوا لك مني أنا، لا إحنا الاثنين أعضانين يكونن في محل واحد وعيوننا يكونن في محل واحد، لما أنا أسأل ذولي ألقى إنت حقك إنت قاعد معه وسوى. والله الموضوع ده صحيح أو موضوع ده لا ما صحيح، الاثنين يقولوا الكلام ده ما بيقول واحد كده، أمورنا بتمشي ما لا نهاية. أن إحنا في أهد قطعناه مع الشهيد أن إحنا فيه، أهدنا معه أن إحنا فيه، أهدنا أهد وغير كده إحنا عندنا علاقة ودية. شاب سوداني يصف بمقطع فكاهي كيف تطلب الزوجة من زوجها مستلزمات البيت في رمضان. نتابع وإياكم هذا المقطع. بقر، دان، مايس، جمل، باستا بستمنة، مديدة قطرون، شربة حمام، طحنية، دقاجي، بيض بالطوة، بيض مركب، عصير طازج، فريش، وكرر، عصير طازج، فريش، جداد بلدي، مربى، رغيف، أناناس، مديدة بلح، أناناس ومديدة بلح، بعمل. لي
الناشط أمجد النور في مقطع طريف يعلق على استمرار انقطاع التيار الكهربائي. دعونا وإياكم نشاهد ماذا قال أمجد. إخوانا والله أنا مستغرب من الناس الداقين جرس في الكهرباء ونحن في رمضان. أنتم عارفين إنه الكهرباء دي اخترعها الكفار؟ من قال أننا بحاجة للكهرباء؟ ما هذه العباطة والهبالة والغباء؟ ما أجمل الحياة في سخانة رمضاء بلا ضجيج الأجهزة؟ ما أفداعي للضوضاء؟ هلا تقولوا لي ما عيب مكوات الفحم؟ قميصك الفيرزاتشي اشتكى لك يا وهم؟ أتريد تشغيل الموتوري فجأة ستستحم؟ بالدش أو بالجردلي وما نفس الفهم؟ أنساني من فريزر ما عندي له حاجة، الثلج بيعمل لك لوز يعكر المزاج. أتريد حفظ رغيفك في داخل الثلاجة؟ أين الرغيف أصلاً؟ أبي مخك ارتجاجة؟ أسمع كلامي، دعني أنقل لك الرسالة. الكهرباء حنكشة ليست من الرجالة، لا وقت للتلفاز وصفوفنا شغالة، لما نشحن الموبايل أصلاً والنت زبالة؟ كهرباء في رمضان؟ هذا الناشط بمقطع طريف يوضح سبب عدم تطور البلاد. لنستمع وإياكم إليه. عشان كده احنا ما قادرين نملي بلدنا لأنه نايمين. أي شيء نايم، أي زول يجينا مسؤول تلقى نايم. عشان كده البلد دي نايمة، ما قادرين نعمل فيها حاجة، نايمين. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم إلى فقرة صور الأسبوع. وإلى فقرة الكاريكاتير ونتابع فيها أيضا. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة ترند السودان. ألتقيكم بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين أطيب المنى. إلى اللقاء.